ينضم إلينا من عمان أحمد عزام، محلل الأول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك أحمد. إذن في ظل هذه التوقعات بوصول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروة أو نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، هل سنرى زيادات مستمرة في الرهانات الهبوطية على الدولار؟ صباح الخير محمد، شكرا للاستضافة. نعم، الدولار الأمريكي وصل في جلسة اليوم إلى مستويات المية، مستويات تعتبر مستويات نفسية، اقترب من مسح كافة الأرباح التي قد سجلها منذ بداية دورة تجديد السياسة النقدية. نعم محمد، عندما ننظر إلى الدولار إندكس فإمكانية الوصول إلى مستويات 98 على ما أعتقد واردة على المدى المتوسط إذا ما نظرنا إلى الأحداث المتواجدة حاليا. الأسواق بدأت تتفائل بأن الفيدرالي الأمريكي قد نجح بمعركته ضد التضخم عندما سجل انخفاضات بالأمس وتباطأ إلى مستويات 3%. نعم محمد، عندما ننظر هي قراءة ناعمة، هي قراءة باردة تدعو إلى التفاؤل بعض الشيء، لكن منطقيا ورياضيا التضخم كان يجب أن يكون بارد، خاصة بأن نقيس قراءة شهر 6/2023 مع شهر 7/2022 واللي هي كانت ذروة التضخم 9.1%. فبكل تأكيد عندما تكون 3% إضافية على 9% عندما نقارنها، فأعتقد أنها لا زالت تثير بعض المخاوف، خاصة أن كنا نسجل أرقام وأسعار منخفضة بالنسبة للطاقة. الطاقة قد تسجل بعض الارتفاعات في الفترة القادمة، ارتدادات متواجدة قد تثير بعض المخاوف محمد بأن التضخم لا يزال راسخ بالاقتصاد، فيما حتى لو نظرنا إلى مؤشر. نعم تفضل. طيب أحمد، إذا سمحت لي، فكرة أن الدولار فقد هذا البريق أمام عملات رئيسية أخرى، هل يعززها فقط بأنه الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورته؟ حتى لو كنا نستمع حتى الآن عن لهجة تشددية من بعض الأعضاء والصقور، أم لا يمكننا الجزم بشكل قاطع هذا الأمر إذا ما أخذنا بالاعتبار أن هناك بنوك أخرى لم تنتهي من دورة التشديد؟ بكل تأكيد محمد، عندما ننظر هي بكل تأكيد فجوة على ما أعتقد بين السياسات النقدية بين البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى. مثلا على سبيل المثال، لا يزال دورة تجديد السياسة النقدية البريطانية قد تكون مستمرة بناء على الأرقام الاقتصادية، بينما الفيدرالي الأمريكي قد يكون هناك وصول إلى مرحلة الذروة. نعم، البريق لا يفقدها الدولار الأمريكي بكل سهولة بمرحلة قد تمر مع نهاية دورة تجديد السياسة النقدية، لكن هي فترة ينظر لها المستثمرون، ينظر لها صناديق التحوط بالتحول إلى العملات الأفضل. الين بكل تأكيد لم يدخل دورة سياسة تجديدية، بل هي سياسة تسهيلية هي الأكبر منذ عقود. فكانت توجهات من صناديق التحوط بأن كازاويدا حاكم بنك اليابان قد يتجه بعض الشيء إلى تعديل السياسة النقدية في الفترة القادمة، ولما لا أن يكون تدخل لبنك اليابان لمحاولة الحفاظ على العملة. سأعود إلى هذه النقطة، نقطة الين الياباني قبلها، لكن رغم هذا التراجع في الدولار، هل تعتقد أن هناك عوامل كافية لتبرير استمرار ارتفاع قيمة اليورو أمام أو قيمة اليورو بشكل عام، إذا ما أخذنا بالاعتبار أنه مسارات الفيدرالي والمركز الأوروبي متقاربة إلى حد ما؟ نعم محمد، كنت قد ذكرت على شاشتكم منذ نهاية العام الماضي بأن اليورو قد يكون أحد العملات المفضلة في عام 2023. عندما ننظر إلى الأحداث كانت هي السياسة النقدية، نعم هي سبب أساسي، لكن على ما أعتقد قد نصل إلى النهاية اليورو عند مستويات 1.12، مستويات تعتبر على ما أعتقد مهمة جدا لمتابعة المسير لليورو. اختراقها قد يكون جيد فنيا. أساسيا عندما ننظر، نعم اليورو وبناء على تصريحات كريستين لاغارد لا يتزال هناك نبرة صقورية، نبرة تشددية، قد يكون هناك لا يزال المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة على طاولة البنك أوروبا، فهذا ما قد يعطي اليورو بعض الأرجحية على تداولات الدولار الأمريكي في الفترة القادمة. فالوصول على ما أعتقد إلى مستويات دولار 12 دولار 13 في الفترة القادمة الربع الحالي على ما أعتقد واردة جدا بالنسبة لتداولات اليورو.
فيما لو نظرنا إلى البيانات الاقتصادية محمد، على ما أعتقد الفارق سوف يكون في الفترة القادمة هي الاقتصادات التي قد تصل إلى السوفت لاندينج والاقتصادات التي قد تصل إلى الهارد لاندينج. على ما أعتقد قد تتفق معي بالرأي محمد أن بريطانيا أوروبا قد يتجه إلى الهارد لاندينج، هذا ما قد يجعل بعض الشيء ارتداداتهم السلبية لعملاتهم نعم. واردة مع الربع الثالث يعني والرابع. نعم، ربما يكون للحديث بقية. أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك على انضمامك معنا اليوم. انتهى الوقت، وقت هذه